أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هذا حديث قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، وما هو شرحه؟ نعم، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول نحن ما نكمل أنفسنا، يقول صلى الله عليه وسلم نحن لا نزكي أنفسنا ولا نكمل أنفسنا، لسنا أولى بالشك من إبراهيم، أي بأن نعتبر أننا بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى زيادة الإيمان واليقين. نعم.